في الحصة دي يا شباب بإذن الله هناخد شوية أساسيات في المادة، والمفروض إنها هتفضل معانا لحد آخر الترم. خلاص، يعني الداينامكس مختلفة شوية عن الاستاتيكس، وخاصة في الجزئية دي، إن المنهج كله بيبقى معتمد على بعضه، مش منفصل زي الاستاتيكس، درس تراسز، درس فريمز، مش عارف إيه. لا، الداينامكس بتبقى متراكمة فوق بعضها، يعني المسألة بعدين بإذن الله هتبقى نصها من شابتر ونصها التاني بيبقى من شابتر أولاني، وهكذا، بتبقى معتمدة على بعض. فاللي بناخده الحصة الأولى بيبقى أساسيات بتفضل معانا طول الترم. خلاص، إحنا بنقول لك إن هي حركة في خط مستقيم. طيب، لما ناخد حركة على كيرف هتلاقينا برضو بنقول نفس الكلام، نفس القوانين، نفس الشغل بالظبط. طيب، فاحنا في المنهج بتاعنا يعني ايه كشكل عام، يعني عشان برضو ايه تبقى فاهم احنا فين. اول جزء بنسميه كاينماتكس، ده اللي هو ايه اول شابتر، اللي هو شابتر 12. كاينماتكس يعني ايه؟ يعني انت بتدرس الحركة فقط، يعني بدرس velocity، بدرس acceleration، بدرس s position فقط، مفيش ايه، مفيش forces. هناخد بقى دروس كتيرة فيها دي، طبعا هتفضل معانا لحد الميد ترم بإذن الله. هناخد بقى اللينير موشن اللي هنشوفه النهارده إن شاء الله. بعد كده هيبقى كيرف لينير موشن، بادي هيتحرك على كيرف. الكربينات بقى هياخد معانا وقت شويه. هناخد اكس وواي اكسيز، هناخد تي وان تانجنت نورمال، وهناخد ار وثيتا اللي هما البولر، وبرده عندنا درس البروجكتايلز اللي هي المقذوفات، رميت حاجه في الهواء تتحرك طبعا في كيرف، دي برده هندرسها. وفي درس اللي هو الريلاتيف موشن، لسه مش متاكدين الوقت هيسمح ان احنا نقوله ولا لا، فده هيبقى غالبا لحد الميد تيرم. بعد كده بننقل على النص الثاني من الداينامكس اللي هي اسمه علم الكاينتكس. كاينتكس بقى يعني تدرس فيلوستي، تدرس اكسلريشن، تدرس بوزيشن، بالاضافه الى دراسه ايه الفورسز المؤثره على الحركه. هناخدها بثلاث طرق. شابتر 13 هناخد فورس اكسلريشن اللي هو قانون نيوتن الثاني. شابتر 14 هناخد الورك انرجي باذن الله. و شابتر 15 هيبقى الامبلس مومنتم. وده اللي هناخد فيه التصاقم. يعني باذن الله، فانا قلت لك كله معتمد على بعض. يعني احنا في نيجي مثلا في شابتر 14 مثلا في الورك انرجي ده هتلاقي نفسك مستخدم كل الليفل، التصادم، السرعات والكلام ده كله، الفورس اكسلريشن تلاقي نفسك مستخدم كل اللي فات، وهكذا. فهي معتمد على بعضها، معتمد على بعضها. فعايز التركيز من الاول الماده. طبعا نظامنا هيبقى زي الاستاتيكس بالظبط من حيث الدرجات وكده، ومن حيث المعمل برضه باذن الله هينزل لك جدول المعمل، وهنبدا من اول السبت اللي جاي باذن الله طبقا للجدول، عشان الناس برضه بيقعدوا يسالوا. يعني انت الجدول نزل لك معمل من الساعه 10 ل 12 مثلا، فانا هنزل لك في الجدول ميعادك 11، خلاص تيجي 11 هو ده ميعادك خلاص، بس بنزل الجدول كل طالب يبعت لي. هو احنا هنمشي مع مش عارف جدول الكليه ولا جدول، مفيش تعارض اصلا. انت عندك معمل في الفتره دي، انا براحتي بقى احطك زي ما انا عايز. طيب دلوقتي بقى هنتكلم بتفاصيل اكتر عن اللينير موشن. طبعا باختصار انت شفت في المحاضره القوانين، يبقى اول جزء اللينير موشن. تعالوا نشوف كده القوانين اللي بنشتغل بيها وطرق الحل. طيب اللينير موشن يعني انا عندي حاجه ماشيه في خط مستقيم اللي هو مثلا الاكس اكسس،
خلاص ده الاوريجين، دي نقطة واحد، نقطة اتنين، سالب واحد، سالب اتنين، في شوية متغيرات كده لازم تبقى عارفهم الأول، اللي هو الاس أو الاكس دي عبارة عن ايه؟ ده أول متغير عندنا. لو في المسألة اكس بتساوي 5، اكس بتساوي سالب 3، معناها ايه دي؟ البعض بيبقى مفكر ان هي المسافة، وده طبعا غلط، مش مسافة ولا displacement. امال هي ايه؟ هي position، موضع البادي، مكان بس، يعني البوزيشن. خلاص يعني انا مثلا البادي موجود هنا، يعني اكس بتساوي 2، خلاص ده مكانه، مش معناها انه مش 2، لا، مين قالك انه كان عند الاوريجين اصلا؟ لا، هو اتولد هنا، ايه المشكله؟ اقول لك بعد ثانيه مثلا اصبح عند نيجاتيف 1، كده الاكس بتاعته الجديده نيجاتيف 1، اقول لك بقى احسب لي الديستنس، تبقى عامل ده ماينس ده، تقول لي يبقى مشي 3 متر. خلاص يبقى اول حاجه الاكس بس لوحدها اسمها ايه؟ اسمها البوزيشن. بعد كده بناخد حاجه اسمها دلتا اكس، دي مشهوره جدا بقى، اللي هي الديسبليسمنت. الديسبليسمنت يعني الفرق ما بين بدايتك ونهايتك، اكس فاينل ناقص اكس انيشال. يعني مثلا انت كنت موجود في مكان كده، خلاص في نقطة معينة، النقطة دي مشيت يمين مسافة مثلا ايه 3 متر، بعد كده وقفت ورجعت مسافة 5 متر، ده الانيشيال وده الفاينل. فانا اقول لك الديسبليسمنت بتساوي كام؟ دلتا اكس تساوي، يبقى فين بدايتك؟ اهي. فين نهايتك؟ اهي. مالكش دعوه بقى ايه اللي حصل في النص. الفرق ما بينهم كام؟ 2 بس ناحيه الشمال، يبقى سالب 2، دي الديسبليسمنت. خلاص؟ انما البوزيشن يعني تشوف مكانك فين من الاوريجن. بعد كده عندنا حاجه اسمها الاكس توتال او الاكس توتال، التوتال ديستانس. تشوف بقى الطريق كله قد ايه؟ التوتال ديستانس، وتقول والله انا مشيت 3 متر وبعد كده في الراجع 5 متر يبقى مشيت 8 متر. ده الايه؟ التوتال ديستنس. فدي ثلاث حاجات مهمه في المساله وتعريفات مهمه كنا لازم نبدا بيها. بعد كده عندنا الفيلوسيتي، عندنا الاكسلريشن، يبقى الفي هتبقى اسمها الفيلوسيتي. خلاص؟ اللي هي بتبقى الديفرنشيشن بتاع مين؟ بتاع البوزيشن بالنسبه للتايم طبعا. ولما يظهر بعدنا بعد الشابتر ده حاجة اسمها السبيد، تبقى عارف ان كلمة سبيد يعني الماجنتيود. كلمة فيلوسيتي دي كلمة اعم شوية، تحتمل البوزيتيف، تحتمل النيجاتيف، تحتمل الاتجاهات يعني. لكن السبيد يبقى انا بتكلم عن الماجنتيود بس. تمام؟ طيب بعد كده عندنا الايه؟ اللي هي الاكسلريشن، اللي هي تغير الايه؟ تغير السرعة، تبقى دي في على دي تي، وممكن يكون اسمها ديسيليريشن لو تناقصية، تبقى نيجاتيف مثلا، وبوزيتيف يبقى اسمها ايه؟ اكسلريشن، اللي هي تغير السرعة بس بالنسبة لمين؟ بالنسبة للتايم. دي شوية تعريفات بس في الأول كده عشان لما تشوف دلتا اكس يبقى عارف ما بنجيب ايه؟ بنشوف اكس وهكذا. تمام؟ طب ايه العلاقة ما بينهم بقى الحاجات دي؟ ايه العلاقة ما بينهم؟ تعال نشوف كده. انت في المسألة عندك هيبقى مدينك حاجة واحدة وانت المطلوب منك تجيب الباقي. طيب بنحل بقى ازاي؟ الدرس بتاعنا شكل السؤال هيوضح لنا. ممكن الاقي في المسألة بتاعتي البادي بيتحرك بكونستانت acceleration، تغير السرعة ثابت، يعني السرعة بتتغير ولا ثابتة؟ لا، السرعة بتتغير بس بمعدل ثابت. يعني أقول لك مثلا الاي بتساوي 4، معناها إيه؟ معناها إن السرعة بتزيد 4 في الثانية الواحدة، يعني السرعة دلوقتي 2، بعد شوية هتبقى 6، بعد ثانية ثانيتين هتبقى 10، وهكذا، معدل إيه؟ معدل ثابت. طبعا لما يكون المساله بالشكل ده الاكسلريشن بيتغير بمعدل ثابت بنستخدم
قوانين ثلاثة بتوع الحركة v بتساوي v نود بلس a t وال v سكويرد بتساوي v نود سكويرد بلس 2 a s وال s بتساوي v نود t نص a t سكويرد. طبعا معظمنا شاف القوانين دي قبل كده في الكلية أو قبل الكلية. v نود اللي هي الانيشال سبيد أو الانيشال فيلوستي لأنها بتحتمل البوزيتيف والنيجاتيف. طيب الاس هي ايه؟ الاس هي ايه؟ الاس هنا مش معناها ديستنس، يعني طبعا انت طول عمرك بتشتغل بالقوانين دي كان الاس ديستنس، لا ما اعرفش اذا كانت مفاجاه بالنسبه لك ولا ايه. مثلا مثال بسيط، انا في كوره حذفناها لفوق طلعت طلعت طلعت، ايه اللي بيحصل؟ بتقف بعد كده تلف فوق ايه وترجع. ماشي، الحركه دي كنا بنحلها ازاي قبل كده لما كنت بتحل بالقوانين دول؟ كنت الاول بتاخد الحركه وهي طالعه وتطبق القوانين، وبعد كده تاخد الحركه وهي نازله. دلوقتي احنا هناخد الحركه كلها على بعضها خلاص، ولما نعوض بالاس نعوض بالمسافه دي اللي هي الاس. يعني انت القوانين بتاعتك الاس هي عباره عن ديسبليسمنت، هو احنا بنكتبها اس اختصارا، بس انا في دماغي اعرف انها ديسبليسمنت. يعني حذفت البادي ورجع لنفس النقطه تبقى دلتا اس بصفر، وهكذا وهكذا. تمام. طبعا مش عليها مسائل مخصوص، هي هتشوفها بعد كده جوه المسائل. لك افتكر بقى اول حصه لما قلنا لك مش عارف ايه. طيب الحاله الثانيه ان انا يجيب لي الاكسلريشن فانكشن في التايم عادي. يعني ايه العادي؟ يعني الداينامكس اصلا كلها تغير بالنسبه للايه؟ للتايم. فهيكون عندي في الاس اللي هي اعلى درجه اللي هي البوزيشن فانكشن في التايم. طب انا عايز اجيب فيلوسيتي اعمل ايه؟ صوت بيقطع جامد. طيب ماشي، لحظه اشوف كده. معايا يا شباب؟ والله ما لقيتش حاجة مسببة ضعف النت، يعني مش عارف، يا رب يكون دلوقتي أحسن. تمام يا باشمهندس. تمام، يبقى احنا هنقسم مسائلنا يا شباب على ثلاث أشكال. طبعا التلاتة كلهم نقدر نستنتجهم من القوانين الأصلية بتاعت الداينامكس. اللي هي ايه القوانين الأصلية؟ يعني ان انت عندك اكس يبقى الفيلوستي دي اكس على الدي تي والاكسلريشن دي في على الدي تي. يعني حتى التلات قوانين دول، حتى التلات قوانين بتوع الكونستانت اكسلريشن تقدر تستنتجهم من القوانين الأصلية دي. طب ازاي؟ سهلة جدا، مش انت عندك كونستانت اكسلريشن؟ يعني مثلا ال A بتساوي السي، سي دي كونستانت. تمام، فاحنا عندنا ال A بتساوي دي في على الدي تي. تمام، يبقى اذا ال A دي تي بتساوي الدي في. طب اعمل كده انتجريشن
الانتجريشن ده الايه كونستنت، الايه كونستنت، وبالتالي نقدر نعتبرها رقم نخرج تخرج بره التكامل، هيبقى لك ايه في التايم هتساوي في فاينل ناقص في انيشال، مش هو ده القانون الاول؟ في انيشال زائد اي تي وهكذا وباقي القوانين. فالثلاث قوانين بتوع الحاله الاولى اصلا طالعين من التكاملات، مفيش مشكله خالص. طيب بس احنا طبعا بنستسهل، بنختصر على نفسنا شويه، مش هنقعد نعمل تكاملات في كل المسائل. طيب نكمل الحاله الثانيه بقى، لما يكون عندك معادله تغير في الزمن، لو مدي لك الاس تغير مع الزمن هتعمل لها ديفرنشيشن بالنسبه للتايم زي ما هي بقى، هيطلع لك ايه؟ يطلع لك الفي. طيب هتعمل لها ديفرنشيشن الفي هيطلع لك الـ A، والعكس صحيح، هتعمل عكس الـ differentiation هتعمل ايه؟ integration. لو عندك الـ A مثلا هتعمل integration تجيب الـ V وintegration تجيب الـ S. طيب ده الشكل الثاني من المسألة. الشكل الثالث لما يكون عندي في المسألة function برضو يعني الـ variable acceleration، ولكن في حاجة غير الزمن، يعني function في الـ S مثلا، function في الـ V. فدي بنعملها ازاي بقى؟ بنحلها معادلة تفاضلية زي اللي انا وضحتها لك من شوية. حضرتك بتكتب القانون المناسب اللي هو يا اما V بتساوي DX على DT، يا اما A بتساوي DV على DT، يا اما تقسمهم على بعض يطلع لك التالت ده VDV على DS. لو قسمتهم على بعض هو الصوت راح يا شباب. نشوف بقى المسائل هنمشي فيها ازاي. اول سؤال طبعا شغالين من نفس الكتاب هيبلر، النسخه النص الثاني منه اللي هو الداينامكس. طيب اف 12 8، اهم حاجه نبص للمساله نحدد الطريقه انهي نوع بالظبط، عشان بس البدايه اهم حاجه، البدايه بتاعت المساله. طيب اول حاجه بيقول لك ماشي في ستريت لاين ومدي لك معادله الفيلوسيتي فانكشن في ايه؟ في اس. انت كده بعيد عن النوع الثاني، انت كده في النوع الثالث، الفيلوسيتي فانكشن في الاس. تمام، بيقول لك احسب الاكسلريشن. ما انت لو اتسرعت انت بقى ايه يعني؟ حد قال لك مثلا ان الاكسلريشن هي الديفرنشيشن بتاع مين؟ بتاع الفيلوسيتي. فتقول لي والله ده سهله جدا، الفي بتساوي 20 ناقص 0.05 اس سكوير، ده انتوا بتجيبوا لنا مسائل سهله جدا. يبقى اذا الاي بتساوي الديفرنشيشن، تبقى كده والحمد لله راحت الايه؟ راحت المساله. طيب ليه؟ لان انت عندك الصح بقى اهو، ده كله غلط. الصح بقى الاتي، ان الاكسلريشن هي الدي في على الدي تي. طب انا ما عنديش تايم، يبقى هتتسرع. خلاص ارجع واختار قانون من الثلاثه اللي احنا كاتبينهم دول بتوع النوع الايه؟ التالت. اختار على اي اساس؟ على اساس المتغيرات اللي انت عايزها ايه. هو الصوت راح تاني صح؟
راح تاني. ايوه راح تاني.
ماشي يا شباب. طيب معايا؟ يبقى التكملة الصحيحة المفروض الاكسلريشن بتساوي الدي في على الدي تي، فبالتالي انت ما عندكش تايم، عندك المعادلة فانكشن في الاس، وبالتالي هتستخدم الاي ايكوال في دي في على الدي اس. طبعا دي جت برضو من القانون اللي جنبك ده، يعني لو انت كملتها هتلاقي ايه، دي في على الدي اس في دي اس على الدي تي. طب هو الدي اس على الدي تي بكام؟ طب ما هو بيساوي الفي، خلاص. فهي اللي مكتوب عندك ده في دي في على الدي اس، فدي هتضطر تستخدمها لو انت عندك المعادله ما فيهاش ايه، ما فيهاش تايم. طيب هنعوض، هتلاقي الموضوع سهل. يبقى الايه بتساوي الفي اللي هي المعادله اللي مديها لك اس سكوير، بعد كده دي في على الدي اس، يعني تفاضل الفي بالنسبه لاس تقدر تجيبه، لان انت عندك المعادله اهي عباره عن في داله في ايه؟ في اس. يبقى الدي في على الدي اس تعملها ديفرنشيشن بالنسبه لاس عادي 0.1 اس. طيب كده انت خلصت جبت الاكسلريشن، فهتعوض بقى في الاخر، هتحط الاس زي ما قال لك بتساوي 15، ومنها تعرف تجيب الايه. طيب نفس السؤال لو زودنا عليه او قلنا مطلوب تاني، وقال لك مثلا find the time at s equal 15، كويس؟ نفس السؤال نفس المعادلة بس مطلوب تاني، تعال نشوف هنتصرف ازاي. حد عنده سؤال؟ ايوه يا باشمهندس، بس سؤال. اتفضل. هو احنا كنا في المحاضرة بنعمل فصل متغيرات، ممكن لو انا عايز شوية. اعرف ازاي. تمام، انا اسف. ما انت بتختار المعادلة صح، وبعد كده تشوف ايه اللي موجود وتعوض. فانا لما اخترت المعادلة في دي في على دي اس، لقيت ان الفي معايا والدي في على الدي اس اقدر اجيبها، لانه مدي لك معادلة الفي مع الاس، وبالتالي ما احتاجناش نعمل اي تكاملات خالص. المطلوب بقى اللي انا زودته ده هيبان اكتر اللي انت بتقول عليه. طيب تعالوا كده نختار معادلة من جديد، يعني هنبدأ بقى من اول وجديد، خلاص. المطلوب التاني ده كده ايه، رقم 2، وخلي ده رقم 1، كده حلينا رقم ايه، 1. طيب رقم 2 بيقول لك عايز التايم. طيب من البداية بقى انا عندي الفي دالة في اس، وانا عايز ادخل التايم في الحساب، هتشوف ايه المعادلة اللي بتجمع ده كله. طبعا احنا لسه في الحاله الثالثه برضو، بس الناس اللي بتلخبط الدنيا اهم حاجه تبدا صح. يبقى انا لسه في الحاله الثالثه، نختار بقى مين من دول. نختار الاولاني الفي مع الاكس او الاس والتايم، تمام. فنروح كده بقى لمسالتنا، يبقى هقول له في بتساوي دي اس على الدي تي. بنعمل ايه؟ بنعوض، هشيل الفي واحط مكانها المعادله اللي هو مديها لي، طيب الناحيه الثانيه دي اس على الدي تي هعرف اجيبها؟ ما انا ما عنديش معادله اس وتي اصلا، فهسيبها دي اس على الدي تي، اهي معادله تفاضليه. عشان احلها بعمل ايه؟ هعمل فصل متغيرات، تمام. فهنخلي الاس كله في مكان والتايم كله في مكان، فطبعا الدي تي هيطلع فوق هيعدي الناحيه الثانيه، فهيبقى هنا دي تي والناحيه الثانيه هيبقى كل الاس اهو بالمنظر ده. عايز اشيل بقى الديريفاتيف، هعمل ايه؟ هعمل انتجريشن ونحط حدود تكامل،
التايم بيبدأ من الصفر لحد كام؟ لحد تي، ده اللي انا عايزه. والاس بتتغير من كام لكام؟ طبعا البداية لازم كان يديها لك، عشان هو الفكرة ان هو ما ادالكش في المسألة عشان المطلوب اللي هو عايزه ما كنتش هتعمل تكامل اصلا، تمام؟ لكن لو طلب منك تايم كان هيدي لك، هيقول لك مثلا بدأ عند اس بواحد مثلا، او بدأ من الاوريجين، يعني البداية بتاعتك صفر وهكذا. ترى ما قالش نحط صفر لحد كام؟ لحد المطلوب. هو طالب ايه؟ طالب عند 15، تمام بس كده. يبقى الطرف ده التي، الطرف الثاني ده تكامل محدود، فيطلع لك قيمة الايه؟ التايم. ماشي شباب؟ فيطلع لك حوالي 0.97. واضحة كده؟ طب يا باشمهندس سؤال بس صغير. اتفضل. هو احنا ما ننفعش مثلا نعوض بقيمه الاس اللي هي ال 15 في معادله الفي، تمام، بعد كده نقوم جايبين الفيلوسيتي معانا اكسلريشن احنا لسه جايبينها من شويه، ونعوض بقى في الايكويشن دي بتاعت الفي ايكوال في نود بلس اي تي. تعالى لي يا باشمهندس بقى، ده انا مستنيك من الصبح، مستنيك من الصبح يا باشمهندس. اصل ده غلطه مشهوره طبعا في الامتحانات. انا مدي لك معادله متغير، يعني مدي لك في داله في الاس. طيب البادي بدا الحركه كانت الاس بكام؟ كانت الاس بصفر، يعني كانت السرعه قد ايه؟ يعني كانت السرعه 20. طيب اتحرك، الاس بقت بواحد، السرعه هتلاقيها نقصت شويه، بقت صعبه. انا بقول لك اهو، خليك معايا بس للاخر. خلاص انا فرضت عليك انت لوحدك، اصل ده في دماغ ناس كتير قوي. كل ما الاس بتتغير نلاقي السرعه عماله تتغير، لحد ما يوصل لاس ب 15 هتلاقي السرعه ايه؟ رقم صغير. طب لو انا بقى جيت في اول السؤال رحت حاطط اس ب 15 طلعت رقم واشتغلت عليه، يبقى انا كده اعتبرتها ثابته، يبقى انا كده اخليت بشروط المساله. فبص تلاقي يطلع لك ارقام غريبه مش موجوده في الاختيارات ولا ليها اي علاقه بالدنيا. تمام فهمت. النوع الاول ده الكونستانت اكسلريشن، لازم يقول لك السرعه مثلا بتزيد بمعدل ثابت كونستانت ريت وهكذا، لازم صراحه في المساله لازم اقول لك ماشي بكونستانت اكسلريشن او يونيفورم اكسلريشن، غير كده ما نستخدمهمش. طيب ننقل على السؤال الثاني رقم 10، هنشوف فيه برضو حاجة مهمة وجديدة. يا رب بس النت ايه، هو طبعا اول ما ابدا السكشن بيبداوا يفصلوا عن النت، يعني انا مش عارف من الصبح شغال 100 100، ربنا يسترها ان شاء الله. طيب المسألة رقم 10، نبص كده ونركز نوع المسألة ايه. نركز، مدي لك الاس معادله فيها تي، اهو هو ده النوع الثاني. خلاص النوع الثاني في التقسيمه بتاعتنا احنا يعني. طيب الاس معادله فيها تي، ده سهل جدا، انا هعمل تفاضل مباشر هجيب الفي، كمان مره هجيب الاي، سهله جدا. طب هو طالب مني ايه في المساله؟ ركز بقى، طالب منك البوزيشن عند التي بتساوي 6. البوزيشن ده يعني اس، وده تعويض مباشر، ده تعويض مباشر، احنا هنزود عليها هو عايز توتال ديستانس كمان، وهنزود عليها الديسبليسمنت عشان يبقى التلات حاجات اللي احنا اتكلمنا عليهم في الشرح. طيب اول حاجه عايز البوزيشن، دي حاجه سهله، تعويض مباشر هي الاس. طيب انت عايز عند الثانيه كام؟ عند الثانيه 6، هتروح تحط التي ب 6 في معادله الاس، 1.5 تي كيوب دي مش عارف ايه، وتعوض هيطلع لك سالب 27، تمام كده؟ ده هو البوزيشن. طيب برضو الحاجه الثانيه اللي مش محتاجه شغل كتير الديسبليسمنت، الديسبليسمنت سميناها دلتا اس، وقلنا عباره عن ايه؟ قلنا عباره عن اس فاينل ناقص اس انيشال.
يعني هتروح لمعادلة الاس وتحط التايم بستة، دي الفاينل هو عايزك تحسب عند ستة. طب الانيشيال طالما ما حددش تبقى زيرو، ممكن يحدد يحسب الديسبليسمنت من الثانية اربعة للثانية ستة، خلاص يبقى انا عرفت بدايتي ونهايتي، ما حددش يبقى بدايتك زيرو بس كده. تروح تعوض يطلع لك سالب 27، ولما تحط التي بصفر هيطلع لك صفر، يبقى برضو سالب 27. طيب الحاجة اللي بعد كده بقى اللي هي التوتال ديستنس، طيب احنا لما شرحنا التوتال ديستنس كنت جبت لك حاله كده مرسومه، قلت لك البادي مشي 3 متر يمين رجع 5 متر شمال، فكانت الدنيا واضحه قدامك التوتال ديستنس. طب انا دلوقتي مش شايف اي حاجه، انا ما عنديش غير معادله، ازاي هقدر ان انا احسب التوتال ديستنس بتاعت البادي؟ لازم تعرف بقى ايه اللي حصل له بالظبط. طب هنعرفها منين؟ ما في معلومه بتقول ان البادي مش هيمشي في طريق ويرجع تاني غير لما يوصل لسرعه صفر. انت ماشي يمين عايز تلف وتمشي شمال، لازم الاول توصل سرعه زيرو وتلف وترجع. فده اللي المفروض انت تعمله عشان تحسب توتال ديستنس، تشوف الفيلوسيتي كانت زيرو امتى. خلاص يبقى اول حاجه هنجيب الفيلوسيتي الفي، طبعا انت عندك معادله الاس فيها تايم فمفيش مشكله، هتعمل دي اس على الدي تي يطلع لك كام؟ يطلع لك 4.5 تي سكوير ناقص 13.5 تي سكوير، ده هتبقى 27 تي زائد 22 وايه ونص، تمام؟ هتساوي المعادله دي بصفر. ليه؟ زي ما قلت لك نشوف البادي لف ورجع امتى، عشان ده هيساعدك تجيب التوتال ديستانس اللي مشيها. طيب هتحط بقى المعادلة ديت على الكالكوليتر وتشوف التايم هيطلع لك ايه، وده هيحدد لك ايه اللي حصل. في حالات بقى كتيرة قوي بقى، في حالات كتيرة ممكن تحصل. أول حالة ممكن يطلع لك التايم كله بالنيجاتيف. طب هل في تايم بالنيجاتيف؟ لا. هي ليها معنى، معناها ايه؟ معناها ان ما لفش ورجع، هو مشي طريق واحد. تمام؟ مشي طريق واحد. وبدأ من نقطة معينة مشي يمين فضل يمين. ساعتها الديستانس هتبقى كام؟ هتبقى هي الديسبليسمنت، هتبقى 27 متر. لأنه ما لفش ورجع. الحالة الثانية ممكن يطلع لي تايم موجب ولكن بره الفترة بتاعة المسألة. أنت عندك مسألتك 6 ثواني. أنا افرض طلع لي الثانية مثلا الزمن 8 مثلا. يبقى هو لف ورجع بس بعد الست ثواني بعد المسألة برضو، يبقى بالنسبة لي ما عكسش اتجاه. طب لما تحل بقى دي هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك قيمتين، هيطلع لك 1 و5، يعني الاثنين موجب وكمان جوه الفترة، وكمان جوه الفترة. دي معناها ايه؟ دي معناها انه بدأ من مكان معين مثلا عند الثانية كام؟ عند الثانية صفر، مشي في طريق يمين او شمال مش تفرق، وجاء عند الثانية 1 لف ورجع مش في الطريق، وبعد كده جاء عند الثانية 5 لف ورجع تاني واستقر عند الثانية كام؟ 6. فهو ده اللي حصل. يبقى هو مشي كام طريق؟ مشي 3 طرق، تمام؟ لأن طلع لك زمنين، طلع لك زمنين 1 و5، عكس اتجاهه مرتين جوه الست ثواني. يبقى من الثانية صفر للثانية 1 كان ماشي في اتجاه، من الثانية 1 للثانية 5 عكس اتجاه ومشي في طريق تاني، ومن الثانية 5 لـ6 مشي في طريق تالت. انت بقى وظيفتك تحسب المسافة في كل طريق كام، وبعد كده تجمع المسافات على بعض، تجمع المسافات على بعض. هعملها ازاي دي؟ مفيش مشكلة خالص. هتقول له الديستانس الأولى بتساوي الاس عند الثانية 1 ناقص الاس عند الثانية 0، وخد المودلس، وخد المودلس عشان احنا عايزين المسافات كلها بالايه؟
بالموجب طبعا، تمام؟ فهتروح تعوض في معادله الاس، انا هكتب لك ايه الارقام. الاس عند الثانيه واحد او عند الثانيه صفر الاول بصفر، خلينا بالترتيب، وعند الثانيه واحد لما تطلع تعوض هيطلع لك 10.5، وعند الثانيه خمسه هيطلع لك 48، وعند الثانيه لما تعوض بالثانيه خمسه هيطلع لك سالب 37.5، وعند الثانية ستة هيطلع لك سالب 27، تمام؟ يبقى من الثانية صفر للثانية واحد هيكون مشي 10.5 متر، لما يلف ويرجع هتعمل اس عند الثانية خمسة ناقص اس عند الثانية واحد، فهيطلع لك 48، والمسافة الثالثة هتعمل اس عند الثانية ستة ناقص اس عند الثانية خمسة، يطلع لك 10.5. بس كده يبقى التوتال ديستانس هتجمع المسافات كلها مع بعض فهيطلع لك 69 متر. واضحة يا شباب؟ في حد عنده سؤال؟ مش انا مش فاهم الجزئية بتاعت الزمن والسالب. جزئية ايه؟ الزمن لما يطلع بالسالب. ما عندناش زمن بالسالب، يبقى بترفضها. وبالتالي معناها انه ما عكسش اتجاهه. ما هو انت بتحط الفيلوستي بزيرو، طلع ما فيش زمن يخلي الفيلوستي بزيرو، اذا البارتيكل مشي في خط ايه؟ في طريق واحد. ماشي؟ مشي في طريق واحد. طب استفيد ايه بعديها؟ ان ما طالما ماشي في طريق واحد يمين ولا شمال، ان ساعتها الديستانس هتساوي الديسبليسمنت. يعني اهو ادي الثانيه صفر، ماشي ما عكسش خالص، وصل للثانيه ستة. طب مش دي هي الديسبليسمنت وهي التوتال ديستانس، صح؟ هو شو السؤال اللي كنت سالته؟ سؤال انا حد خرجني ولسه داخل دلوقتي اول ما سالته على طول. ما سمعتش حاجة؟ حد خرجني ولسه داخل دلوقتي حالا المحاضرة. لا انا اللي كنت سألت السؤال. تمام. ما هو انا بقول لك لو طلع لك زمن سالب او رقم تخيلي يبقى معناها ان السرعة مش هتساوي صفر ابدا. وبالتالي معناها انه مشي في اتجاه واحد. مشي في اتجاه واحد. هو بدأ من الثانية صفر ومشي يمين مثلا، فضل ماشي يمين ما عكسش ابدا. فساعتها اقول ايه؟ ساعتها اقول ان الديستانس هتساوي الديسبليسمنت. تمام شكرا يا باشمهندس. تمام. في حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ طيب نخش على بعض. نشوف المسألة ونحدد نوعها ايه برضو. هنا مديلك الاكسلريشن فانكشن في التايم، يبقى احنا برضو في النوع التاني. الايه بتساوي 2 تي ناقص 1. عظيم. طيب بيقول لك ايه بقى بعديها؟ بيقول لك حاجة اسمها initial conditions، بقى البدايات بتاعت البادي. ان عند الثانية صفر كانت الاس بواحد وكانت الفي باتنين، دي كلها اسمها الانيشال كونديشنز. دي علشان تحسب ثوابت التكامل او حدود التكامل، دي بداياتك. فنلاحظ زي ما ناخدش اي رقم منهم ونعوض بيه في المساله، لا دول بتسيبهم كده على جنب. خلاص لحدود التكامل. طيب المطلوب ايه؟ بيقول لك احسب الفيلوستي والبوزيشن والتوتال ديستانس بعد 6 ثواني. تمام. اول حاجه هنعملها ايه؟
طبعا انا عاوز اوصل لاساس المساله اللي هي الاس اللي هي الاس، فانا هعمل انتجريشن. ده النوع الثاني بقى. طيب يبقى نعمل انتجريشن المعادله دي، هيطلع لك معادله الفي 2 تي هتبقى تي سكوير ناقص 1 اللي هي ناقص تي زائد ثابت التكامل، ثابت التكامل. وممكن تحط حدود تكامل بس لو عملتها بشكل تاني. يعني ممكن بص ممكن على جنب كده اقول له ال A بتساوي ال D V على ال D T، يبقى 2 T minus 1 D T ساوي ال D V اهي زي ما عملنا النوع التالت. وتحط حدود التكامل من صفر ل T بقى ولا من صفر لكام، والسرعة بدأت باتنين لحد ال V اهي براحتك، ممكن تعملها كده وممكن تعملها كده مفيش مشكلة خالص. طيب لكن لو هتعملها بشكل مباشر هيبقى عندك بلس سي. اجيبه ازاي؟ بالانيشال كونديشنز برضو. انا المفروض ان التايم بصفر كانت السرعه باتنين، فهيطلع لك السي بكام؟ هيطلع لك السي باتنين، يبقى الفي بتساوي تي سكوير ناقص تي زائد اتنين. طيب كمان مره انتجريشن عشان اجيب الاس، هيبقى تي كيوب ده على التلاتة ناقص تي سكوير ده على اتنين، والاتنين هتبقى اتنين تي زائد كمان ايه؟ زائد كمان سي. الانيشال كونديشنز نقول له لما تي كانت بصفر كان الاس بواحد، فيطلع لك السي بواحد. بس كده كده انت عملت تكاملاتك ووصلت خلاص للفي ووصلت للايه؟ للاس. تمام؟ نشوف بقى المطلوب. اول حاجه احسب الفيلوستي والبوزيشن عند التي بتساوي 6، ده تعويض مباشر، تعويض مباشر خلاص. فهنقول له اول مطلوب هنحط التي ب 6 نطلع الفي، سهله جدا، 6 سكوير ناقص 6 زائد 2 32 متر في الثانيه. والبوزيشن زي ما قلنا هو الاس على طول، هتحط التي ب 6 في معادله الاس خلاص، وتعوض فتقريبا هيطلع 67. بص احسبها كده، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب بعد كده طالب مننا الايه؟ التوتال ديستنس. تعالوا كده نحسبها تاني بالمسألة دي. التوتال ديستنس يعني عايز أعرف إيه اللي حصل للبادي في خلال الست ثواني برضو. فهعمل ايه؟ أول حاجة يبقى 2 التوتال ديستنس. حلو؟ فأول حاجة هحط الفيلوستي بإيه؟ بزيرو، أعرف غير اتجاهه إمتى؟ الفيلوستي اللي أنا كنت جبتها يبقى تي سكوير ناقص تي زائد 2 تساوي زيرو. هتجرب تحلها مش هيطلع لك أي نتيجة، رقم تخيلي، مفيش زمن، ملهاش حل. ملهاش حل. طيب يبقى حطيت الفيلوستي بزيرو طلع مفيش أي تايم، طيب نيجاتيف أو مش موجود.
معناها انه ما غيرش اتجاهه ابدا، مشي من الثانية صفر الى الثانية ستة في اتجاه واحد. اذا التوتال ديستانس هي ايه؟ هي الديسبليسمنت. تمام، يبقى الديستانس بتاعتك هتبقى عبارة عن الاس عند الثانية صفر ناقص او الثانية ستة ناقص الاس عند الثانية صفر من اولها لاخرها. فهيطلع لك 67 ناقص واحد يطلع لك 66 متر. لما تعوض بالثانية صفر هيطلع لك الاس بواحد، هو قايل لك الكلام ده اصلا. ماشي يا شباب، وضحت كده؟ في اي سؤال؟ كله تمام؟ طيب باشمهندس، هو ممكن السؤال اللي قبل ده؟ اهو ايه في مشكلة؟ هي التوتال ديست ايه؟ صوتك قطع. التوتال ديستنس بنجيبها ازاي؟ يا خبر ابيض تاني؟ لا لا مش قصدي، يعني هو مثلا دلوقتي حضرتك حاطط ابسوليوت، تمام؟ انا لما اعمل التايم بخمسه ماينس التايم بواحد، التايم بخمسه بسلب 37.5 ناقص 10.5 ماشي تمام، اطلع لك كده بقى يعني 48. خلاص يعني انا بحسبها كده، بعد كده اقوم شايل السالب، يعني مش بشيل السالب وانا بحط ال لا طبعا خلاص. بعد ما تطرح تروح شايل. هي سالب 48 معناها ايه؟ معناها انه مش شمال 48. طب انا ماليش دعوه يمين ولا شمال، انا عايز مش قد ايه. فبعد ما اطرح، بعد ما اطرح بشيله. خلاص تمام، شكرا جدا يا باشمهندس. ماشي شباب، نشوف حاجه كمان. رقم 24 نتعلم برضو فيها حاجات كويسة. مدي لك السرعة دالة في الاس، كويس؟ قال الفي بتساوي نيجاتيف 4 اس سكوير. حلو، طيب نشوف ايه المطلوب. ده كده مبدئيا النوع الكام؟ النوع التالت اللي احنا بنبتدي نختار ما بين قوانين التفاضلات. طيب بيقول لك الاس باتنين لما الثانية كانت صفر، اركن دي على جنب، ده الانيشال كونديشنز هنحتاجها لما نعمل ايه؟ تكامل. اركنها على جنب، اوعى تحط الاس باتنين طبعا. احسب الفيلوستي والاكسلريشن از ا فانكشن اوف تايم. تمام كده؟ وعايز منك تجيب له معادله الفيلوستي والاكسلريشن بدلاله الزمن. طبعا انت لما تيجي تختار بقى القانون اللي هتحل بيه هتلاقي عندك كل حاجه، تلاقي عندك الفي والاس، وعايز منك اكسلريشن وعايز منك تايم كمان. تتصرف ازاي؟ تسيب المسألة وتمشي؟ طب ما هو مفيش قانون فيه اربع متغيرات. لا، خدها واحدة واحدة. ممكن تدخل الاكسلريشن الاول فساعتها تشتغل ايه بتساوي في دي في على الدي اس وتحل صح، وبعد كده تفكر تدخل التايم. انا عندي في واس وتايم، اروح قايل الفي بتساوي الدي اس على الدي تي. واحد تاني بدا بده مفيش مشكله، المهم ان انت هتشتغل بكذا خطوه. تمام، لانه طالب ايه؟ لانه طالب كل شيء، الفيلوستي والاكسلريشن فانكشن في التايم. ف اعتقد ان احنا نبدا ندخل التايم الاول طالما هو عايز كل حاجه فانكشن في التايم، فهبدا وادخل الايه؟ التايم. تمام، فبدايتي هتكون الفي بتساوي الدي اس على الدي تي، دي هتكون بدايتي. طيب نعوض كده ونشوف. يبقى نيجاتيف 4 اس سكوير هتساوي الدي اس على الدي تي، اهي الحاله اهي. هنعمل فصل متغيرات، الاس في مكان والتايم في مكان، هتبقى نيجاتيف 4 دي تي هتساوي دي اس على اس سكوير، ونعمل تكامل. طيب
حدود التكامل عندك التايم بدأ من الثانية صفر لحد تي، والاس زي ما قال بدأ من عند اس بتساوي 2 الى الاس. نحل بقى التكامل ده، يطلع لك هنا سالب 4 تي هتساوي طبعا دي اس على اس سكوير، دي تبقى سالب 1 على اس ناقص سالب 1 على 2، عرضت بحدود الايه التكامل. دي كده معادله ما بين الاس والتايم. هتقول لي ايه ده هربت مننا خالص، ده هو عايز الفيلوسيتي مع التايم. ما ينفعش تقول الكلام ده، سهله جدا، هتاخد الاس من المعادله اللي احنا جبناها وتعوض في المعادله اللي هو مديها بس كده خلاص. فببساطه شديده هحاول اجيب الاس في طرف، يبقى 1 على اس هتساوي 4 تي زائد نص، وبالتالي يبقى الاس بتساوي 1 على 4 تي زائد نص. سهله جدا يعني. فهتاخد المعادله دي وتحطها في ال v سالب 4 اس سكوير 4 تي زائد نص سكوير، او ممكن تقول له ان ال v بتساوي، مش انت عندك دلوقتي ال s ده اللي في الزمن، خلاص قول له دي اس على دي تي مفيش مشكله، واعمل تفاضل للمعادله بتاعه ال s. ماشي يا جماعه؟ طيب عايز منك بعد كده الاكسلريشن فانكشن في التايم. طيب ممكن نعمل ديفرنشيشن على طول، ممكن تعمل اول حاجه ايه في دي في على دي اس، صح جدا، او تقول له انا خلاص معايا معادله فيها زمن فهعمل تفاضل بالنسبه للزمن، تعمل تفاضل ظريف جدا يطلع لك الاكسلريشن. مسألة حلوة. باشمهندس انا عندي سؤال بعد اذنك. ايوه. هو انا ليه ما عوضتش على طول بال2 في الفيلوسيتي وجبت الفيلوسيتي؟ ليه ما حطيتش الاس ب2 في المعادله اللي هم مدياني وجبت الفيلوسيتي؟ ما هو لسه زميلك قايل السؤال ده من شويه. وقلت له ما ينفعش لان السرعه متغيره. السرعه أيوة. متغيره. يعني يا باشمهندس لما البادي بدا اس بتساوي 2 كانت السرعه ليها قيمه معينه سالب 16، لما يمشي بقى والاس تتغير، يعني اس بقت صفر السرعه هتبقى صفر، اس بقت سالب 1 السرعه هتبقى سالب 4، السرعه عماله تتغير. ايوه ما انا هجيب، ما هو بيقول لك انا هجيب الفيلوسيتي بالشكل ده، الاكسلريشن بقى هعمل موضوع الفي دي في باي دي اس، لكن هو عايز فيلوسيتي فانا يعني هعوض بالاثنين في المعادله اللي هي معادله الفي ايه؟ يبقى انت كده جبت الفيلوسيتي في بدايه الحركه بس، وده مش هو المطلوب. يعني انا لما الحركه بدات كانت الاس ب2، فلو حطيت الاس ب2 يبقى انا كده جبت الانيشال فيلوسيتي اللي هي الفي نون، لكن هو عايز ايه؟ هو عايز الفيلوسيتي متغيره مع الزمن. ماشي تمام اوكي. معلش يا باشمهندس السؤال برضه، هو الكلام ده ينطبق برضه على قانون اللي هي السرعه بتساوي مسافه على زمن؟ القانون ده عند الكونستانت سبيد. لا هو كده مش هيبقى فيه اكسلريشن اصلا، الاكسلريشن بساعتها بزيرو. تمام. مش مهندس، مش المفروض الصفر اللي في الاكسلريشن دي تروح السالب؟ قصدي السالب. ده هتبقى موجب. صح، دي كده تبقى موجب. تمام. طبعا الدرس ظاهره سهل لكن عايز حل. كل الاسئله اللي انتوا بتقولوها ديت جميله جدا، وده اللي ايه الاخطاء المشهوره
في الامتحانات بالظبط اللي انتوا بتقولوا ده بالظبط، ان احنا نبتدي نعوض مش بعد التفاضلات، لا لو الطالب بدا يعوض باي رقم قبل التفاضلات والتكاملات، لو هيعمل تفاضل هيلاقي المساله صفرت معاه، يعني حطيت الاس ب 2 طلع لي الفيلوسيتي سالب 16، فانا بعد كده هعمل تفاضل هتبقى صفر، المساله هتلاقي صفرت معاك. الغلطه المشهوره ان انت تبتدي تعوض بالانيشال كونديشنز خلاص قبل ما تعمل تكامل وتفاضل، طبعا بتعمل مشكله في المساله، فبلاش بلاش. جات لك مساله عباره عن متغيرات معادله، فانت بتمشي ازاي؟ بختار معادله تفاضليه وبحل، ده الحل الصحيح. طيب حد حاول يذاكر مثلا لقى سؤال صعب مثلا في الكتاب ولا حاجه؟ ولا لسه بقى في مرحله التسخين؟ باشمهندس انا عندي سؤال معلش، هو احنا علينا نحل في الكتاب بتاع هيبلر لحد مساله رقم كام في الجزء ده؟ ما احنا محددين اسئله معينه، يعني انا كده المفروض عليا احل لحد اللي هي مساله رقم 36. انا مش عارف بالظبط مين قال الرقم ده، انا مش عارف منين حدد فيها الارقام دي. الورقه اللي مكتوب فيها الارقام دي ورقه الدكتور منزلها فعلا، جدول كده بسيط قوي لحد هي دي الورقه. طب استنى كده بص عليها باشمهندس، هو في حد بيخرجني كل دقيقه يعني يا ريت بعد كده نظبط البرميشن ده. ماشي بص، مش عارف في حاجه ضايفينها اسمها allow reactions، هشيلها. مش فاهم يقصدوا ايه بكلمه reactions يعني، بس عايزين نشيلها وخلاص نشوف بقى. طيب الرياكشن دي يا دكتور اللي هي الواحد يعمل قلب مثلا او اعجاب او كده، ملهاش دعوه بال تمام. طيب هو كان بريزنت، يبقى هي دي. طيب ماشي يا جماعه تمام كده، اعتقد كده ايه مش هيظهر المشاكل دي. انا فتحت الورقه اهي، هي بالظبط لحد 36 فعلا صح، لحد 36 كل المسائل دي السطرين دول كلهم دلوقتي تقدر تحلهم. طبعا هتلاقي مسائل كتير عندي ما ظهرتش عندنا. ايه اللي ظهر؟ هي ما ظهرتش عندنا الورقه دي، انا مش عارضها. ماشي هرفعها لكم، هرفعها لكم على التيم دلوقتي، هتلاقوا جوه التوتوريال جوه الفايلز. تمام هرفعها لكم اهي. طب طالما يا باشمهندس عندنا لحد 36، رقم 12 بقى صعب حضرتك بتسال، يعني مسائل صعبه ايه؟ طيب نشوف رقم 12. رقم 12 عليها نجمه، ماشي ناخد منها كده ايه نسخه. باشمهندس مش عندي سؤال. اتفضل. انا بعت سؤال في الشات انتجريشن كانت في الليكتشر ما فهمتهاش، ممكن حضرتك تشرحها؟ ماشي يا جماعه احنا داخلين الترم يعني بقوه. طيب لحظه يا جماعه، بس والله ممتازين يعني، انا حلو قوي جروب 2 ده. طيب ناخد المساله اللي باشمهندس قال عليها رقم 12 اهي جبتها. بص يا شباب بيقول ايه، بيقول لك احسب التايم المطلوب لعربيه عشان تمشي مسافه 1 كيلومتر، تمام، بحيث تبدا من الريست و
توصل لماكسيمم سبيد وبعد كده تتوقف في النهاية ومدي لك الاكسلريشن بتاعة العربية لما يدوس بنزين يبقى 1.5 متر في الثانية تربيع والديسلريشن لما يدوس فرامل يبقى 2 متر في الثانية تربيع. تمام، اعتقد في حاجة ناقصة في المسألة، تعالوا كده نبدأ فيها ونشوف هنعمل ايه. اولا علشان بس نحدد احنا في انهي نوع، مفيش متغيرات عندك، الاكسلريشن اهو مديها لك رقم 1.5 2، فاحنا كده بنتكلم في النوع الايه الاول، النوع الاول. بس دي بصراحه مساله صعبه في النوع الاول، يعني هو النوع الاول ده لذيذ جدا، يعني انت لما تحل مسائله هتلاقيها لذيذه سهله قوي، لكن المساله دي بعض الشيء صعب. أو هنستخدم التلات قوانين اللي في الأول دول يا شباب. خلاص كده تمام؟ حددنا إحنا أنهي نوع وحددنا القوانين. طيب تعال نفكر بقى في السؤال، هو بيقول لك عايز التايم المطلوب علشان السواق ده خلاص يوصل الواحد كيلو في أسرع زمن ممكن، يعني إيه اللي ممكن يعمله؟ أنا عايز أبدأ من الريست وبعد كده اوصل للريست في الاخر برضو، يعني اتوقف في الاخر. ها انا سايق عربيه دلوقتي قدامي طريق 1 كيلو، هعمل ايه؟ اول حاجه هدوس بنزين على اخر، ايه اقصى بنزين للعربيه اللي هو الاكسلريشن 1.5، يفضل العداد يزيد لحد ما نهايه ولا له اخر؟ له اخر اللي هو الفي ماكسيمم، صح كده؟ بدي نقطه البدايه و ودي نقطة 2 لحد ما ايه؟ ما العداد يجيب اخره. مش هيقدر العداد يزيد عن كده، السرعة هتفضل ثابتة. في ماكسيمم برضه. لحد قبل النهاية بشوية يروح دايس فرامل على اخره يوصل لسرعة ايه؟ يوصل لسرعة صفر. يبقى في المنطقة الأولى الأكسلريشن بتساوي 1.5، المنطقة الثانية الأكسلريشن بتساوي صفر. المنطقة الثالثة الاكسلريشن بسالب 2. دي الخريطه بتاعت المساله، والمسافه كلها عندك 1 كيلو متر، يعني 1000 متر هو مجموع المسافات. هو عايز في الاخر التايم التوتال بتاع المساله. مش مهندس سمحت، عرفنا منين سرعه تثبت؟ ده بالمنطق، يعني مش ما حدش قال لنا يا باشمهندس. انت سوت عربيه قبل كده؟ لا، بس هي كده المساله مش هتكمل، هي غالبا يعني مش هتثبت فعلا، يا اما كده المساله ناقصه ولا ايه؟ اعتقد فالباشمهندس اللي كان بيسال، انا يا باشمهندس انا راكب عربيه وعداد العربيه ده، عداد العربيه اخر رقم فيه 240، فانا رحت دايس بنزين على اخري عمال السرعه تزيد لحد ما وصل العداد ل 240. حلو، هيروح فين تاني؟ ماشي، انا قصدي راح الفي ماكس ليه، يعني ليه قعد فتره ثابت؟ مش يعني عرفت منين هيقعد فتره ثابت؟ ما هو هيفضل دايس بنزين لحد ما يلاقي خط النهايه قدامه يروح دايس ايه؟ ولا هو هيقعد بقى يدوس بنزين وبعدين فرامل؟ بنزين وفرامل؟ ها؟ هو الفتره دي احنا هو يا باشمهندس لما العداد يجيب اخره هو لسه دايس بنزين، بس مهما يدوس الاكسلريشن هتفضل صفر. هيبتدي امتى يدوس فرامل؟ قبل النهايه بشويه. هو ممكن اول ما يوصل للماكسيموم يبتدي يفرمل لغايه ما يوصل للاخر، يعني ايوه. بس كده يا باشمهندس مش هيوصل في اقل زمن ممكن، كان هيوصل على مهله، يعني لو وصل اول ما يوصل العداد لاخره ويدوس فرامل بمعدل 2 كده مش هيلحق يجيب الألف متر اصلا. هو ما طلبش انه يبقى في اقل زمن ممكن. هو عايز التايم عامه. ايه عامه؟ لما السؤال ده لما يكتب صح، اصل هقول لك على حاجه، لو قال لك تايم كده وخلاص يبقى المساله فيها حاجه غلط. هي المساله دي فيها حاجه غلط،
ما ينفعش يسيبها لك كده مفتوحة. يا عم قول له التايم انفينيتي، حد هيقدر يعترض؟ انا هاخد الالف متر زي السحلفة بالظبط، حد يقدر يعترض؟ لا، ما هو ما حكمكش بحاجة. فهو السؤال غلط، خلينا بقى نحل احنا الصح. الصح انه هيقول لك اقل زمن ممكن، ايوه كده تبقى مسألة. ليه؟ معلش يا باشمهندس، انا بيتهيألي هو عشان كاتب ان هو at some intermediate point، ممكن تبقى في النص يعني ممكن تبقى وصلت الماكسيمم سبيد في النص بتاع الكيلو. لا طبعا. وبعدين قال بعدها ستوب، يعني ما قالش ان هو مشي، هو قال زين ستوب، يعني هو فضل يقلل على طول، ما قالش ان هو مشي بالسرعه العاليه دي. لا باشمهندس، ايوه هو مش انا عشان اشتغل مثلا بالكويشن بتاعت الموشن لازم يكون عندي في مثلا في الاريا يكون عندي تلات معلومات عندي اقدر اشتغل بيهم في الكويشن اصلا؟ اه طيب انا دلوقتي ما عنديش غير معلومتين، وانا كده ما عنديش غير معلومتين اللي هي مثلا في الاريا 1 عندي الفي الفيلوسيتي اللي هو الانيشال فيلوسيتي ب 0 والاكسلريشن ب 1.5. تمام، ما نقدرش نحدد، احنا عندنا ثلاث مراحل دلوقتي، هنعمل اللي علينا، هنكتب القوانين ونشوف. ما اقدرش انا احدد دلوقتي عدد المعادلات وعدد المجاهيل قد ايه. بس الباشمهندس اللي كان بيقول انترميديت يعني في النص، لا طبعا بيقول لك ات سم انترميديت بوينت، ما قالكش في النص. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه الباشمهندس اللي بيقول اند ذن ستوبس ات ذا اند اوف ذا رود، وبيقول لك توقف في النهايه، في النهايه يعني السرعه في الاخر صفر، ما قالكش انه اول ما وصل للماكسيمم داس فرامل. ليها اكتر من سيناريو المساله، وهو سايبها مفتوحه، تفكير فيها مفتوح، ما فيهاش مقياس. فخلينا نعمل الفرضيه اللي احنا قلناها دي، ما نفعتش نجرب فرضيه ثانيه اللي انتوا بتقولوا عليها. طيب هو الماكسيمم سبيد هنا ده مش معناه ان هو خلاص قفل العداد، لا هو غالبا اللي انا فهمته يعني ان هو في المساله دي قصده ان هو اول ما وصل عند السبيد كذا بدا بقى يفرمل، لكن مش جاب ماكسيمم سبيد ووقف بقى حبه ويعني كمل بنفس السرعه حبه وكده، وهي جت معايا كده يعني. انت حلتها؟ يعني لقيت كل حاجه متاحه ان انا اجيبها، يعني حطيتها قدامي لقيت كل حاجه متاحه ان انا اجيبها. طب تعالى نجرب دي. ده سيناريو، ده صح وده صح. باشمهندس. ايوه. طب انا دلوقتي لو جيت مثلا عند الاي 1 ورحت كاتب القانون اللي هو بتاع الكويشن اللي هو الموشن، كتبت اللي هو مثلا سميته اس 1 ايكوال هاف اي تي سكوير، ما انا كده عندي بقى هيبقى اللي اسمه ايه الفي الفيلوسيتي اللي هو الانيشال بزيرو، وبعد كده يعني اجيب الاس 1 اجيب الاس 1 الصبر جميل. انا بقول الصبر جميل ونشوف. تمام. انت ليه شغالين اهو لحظه واحده، هستخدم القانون الاول والقانون الثاني. فالفي ماكسيمم سكوير تساوي 3 الاس من 1 الى 2، دي المنطقه الاولى. المنطقه الثانيه الاف 0 هتستخدم القانون اللي هو بيقول الديستانس بتساوي الفيلوسيتي في التايم، فيبقى الاس من 2 ل 3 هتساوي الفيلوسيتي والتايم من 2 ل 3. المنطقه الثالثه هتعمل معاها بالظبط زي ما عملت مع المنطقه الاولى ونشوف، هيطلع لك الفي ماكسيمم هتساوي 2 تي من 3 ل 4، يطلع لك الفي ماكسيمم سكويرد هتساوي 4 اس من 3 ل 4. طيب اخر حاجه مجموع كل المسافات 1 2 2 3 3 4 بتساوي ايه؟ 1000 متر. يا رب يطلع المعادلات بتساوي المجاهيل، نشوف كده. 1 2 3
أربعة خمسة ستة، وعندنا كم مجهول، وعندنا ست مجاهيل، لا سبع مجاهيل. فكده فعلا هي مكان مش هتتحل. ممكن بقى تجرب الفردية التانية بتاع اللي انتوا قلتوها، هتعمل من واحد لاتنين دايس بنزين، وبعد كده من اتنين لتلاتة دايس فرامل، وبس كده. مفيش بقى حتة ان هو ايه ثبت السرعة في النص دي، يعني كده مسألة غلط. وانا فاكر ان انا السنة اللي فاتت حليتها ولقيتها ناقصة. على فكرة السؤال ده جه في امتحان قبل كده، وكان السيناريو اللي انا بقول لكم عليه ده. هو احنا امتى طيب نحط الفتره اللي في النص دي طالما هنا هنلغيها؟ والله كان لما جه السؤال ده في الامتحان كان قايل المينيمم تايم، وكان كمان مدي للطالب الماكسيمم سبيد بكام. كان مدي يعني للطالب الفتره اللي في النص دي بتقلل لي الوقت يعني ايه لا مش بتقلل الوقت، لا اصل حضرتك قلت لما يقول لي المينيمم تايم يبقى ساعتها هضيف الفتره اللي هي اليونيفورم سبيد، يبقى هي وجودها نفسه بيقلل لي التايم فعشان كده بضيفها. لا مش بيقلل التايم ولا حاجه، دي فتره يعني الفتره ديت اساسيه في المساله، يعني ما تبقاش مساله من غيرها. تمام، بس احنا هنا لغيناها عشان هو ما قالش مينيمم تايم. لا انا لغيتها عشان مساله غلط اصلا. اه يعني هو في الاصل لازم تكون موجوده اصلا. في الاصل بيحصل كده، يعني هو اي قطر في الدنيا، المترو مثلا يا جماعه بتركبوا مترو، كله بيركب مترو، المترو بيقف في محطه وبيقف في اللي بعديها، بيحصل ايه؟ اول حاجه بيحصل تسارع اكسلريت، بعد ما يوصل لاقصى سرعه بالنسبه له بيحصل ايه؟ بيدوس فرامل على طول؟ لا طبعا، بيفضل ماشي بالسرعه اللي وصل لها. بعد كده قبل المحطه الاخيره بيروح دايس فرامل. هو ده المنطق اللي بيحصل، ده المنطق اللي بيحصل. مفيش حد ابدا في الدنيا بيطلع بالعربيه جاب اخر اعدادي يروح دايس فرامل على طول. هو انا ايش ضمني ان انا لما ادوس فرامل على طول هوصل النهايه فعلا عند الريست؟ فاهمني؟ فهو المساله غلط اصلا. فانت هتعمل السيناريو بوينت بي، قصده مثلا ان احنا هنوصل للماكس عند الاس ب 500 متر. لا لا انترميديت مش معناها في النص، لا خالص. فانت هتشتغلها بقى على مرحلتين وتجربها، المرحلة الاولى واحد ونص، المرحلة التانية سالب اتنين، وهنا الفي ماكسيموم ما نعرفش بكام، هنا الفي بزيرو وهنا الفي بزيرو، ومجموع المسافتين الف متر. طب معلش يا دكتور، وتجرب دي بقى، مش ممكن افرض الحته الاولى اكس والحته الثانيه 1000 ناقص اكس؟ صح صح، هو ده اللي انا عملته اصلا، ان انت عملت الاس الاولى زائد الثانيه بتساوي 1000. فهنا يا شباب هتبقى المعادله كالاتي، هيبقى الفي ماكسيمم هتساوي 1.5 تي، والفي ماكسيمم سكوير هتساوي 3 اس 1 2، الثانية في ماكسيمم هتساوي 2 تي من 2 ل 3، والفي ماكسيمم سكويرد 4 اس. طبعا انا بعوض في القانون الاول والثاني، واس 1 2 زائد اس 2 3 هتساوي ايه؟ 1000 متر. فخمس معادلات في خمس مجاهيل دي هتظبط معانا، بس زي ما قلت لك المساله اصلا مش مظبوطه، ملهاش معنى اساسا. طيب ماشي يا جماعه، ولا نقعد نحلها؟ هي انا شايف ان هي معادلات عاديه يعني. بص ده المعادله الاخيره، بص كده ركز معايا، حلها سهل قوي. المعادله دي اس من 1 ل 2 بتساوي الفي ماكسيمم سكوير على 3، اس من 2 ل 3 بتساوي الفي ماكسيمم سكوير على 4 بتساوي 1000. هتعرف تجيب ال V maximum على طول، ومنها تعرف تجيب كل ايه؟ كل تايم. مهندس، هو ممكن برضه يا باشمهندس نساوي ال V maximum equal to V maximum، فممكن نساوي 3 3S من 1 ل 2
ايكوال 4 اس من 2 ل 3 ونجيب الاس لوحدها بكام بالظبط كده عشان نعرف نجيب التايم على طول. بس هي مش المفروض بتساوي نيجاتيف 4 اس نيجاتيف؟ لا ما هو بص بص يا باشمهندس، انت عندك ال V سكوير بتساوي V نود سكوير زائد 2 AS الفاينل بزيرو والانيشال في ام، ما هي الاكسلريشن سالب 2. تمام سوري لا بغلط. الناحية التانية طيب بس كده ال في ام طلعت لك، تعرف بقى تجيب التي والتي وتجمعهم تجيب التوتال ايه تايم. ماشي عظيم. بس يا باشمهندس هو كده الحل بالطريقه دي كده انا مش بحسب اقل تايم، لان انا اول لما انا اشتغل الحل ده غلط وغير منطقي. لما السؤال انا ممكن اصوره لكم اللي كان جاي قبل كده في الامتحان. معلش عندي سؤال. ايوه هو حضرتك كنت قلت ان السؤال ده كان جه قبل كده في امتحان وكان طالب بالمينيم اللي هو اقل تايم يعني العربيه هتاخده صح؟ صح. طب هو مش انا اقل تايم هحتاجه لما انا بقى شغال اصلا بسرعه منتظمه؟ اللي هي مين اللي هي ايه؟ ما انت عندك شرط دلوقتي انت لازم تبدا بسرعه صفر وتنتهي بصفر. يعني هو كان مديني الشرط ده في الفاينل. طبعا ما هو ده الشرط، لازم تدوس بنزين وبعد ما تخلص هتفضل معلي السرعه على اخرها فتره بعد كده ابدا ابطئ وقبل النهايه بشويه بفتره مناسبه على القد بالظبط هتروح دايس فرام. تمام شكرا يا باشمهندس. ماشي العفو. الباشمهندس كان في واحد بعت في الشات مساله يا اسطى ايه الكلام ده؟ مين يا اسطى ده؟ يا باشمهندس انا اللي كنت بسال، انا بعت السؤال الساعه 6 بعت الصوره بتاعت في انتجريشن فيها انا مش فاهمها اللي هي على اليمين تحت اللي هي ملونه بالاصفر دي صح؟ اللي هي ملونه بالاصفر دي الصوره لونها اصفر تمام. الانتجريشن على اليمين مش فاهمه قوي بصراحه. وحد يفهمه ده دي اس يا خبر ابيض هيبقى جذر اس تربيع ناقص 0.01 ده مش هيجي لك في الامتحان يا باشمهندس. انت هتقعد بقى تفكرني بالقواعد بتاعه التكاملات اصل الدكتور كان جايبها يا باشمهندس. مين شغال معاكوا رياضه؟ مين المعيد اللي شغال معاكوا رياضه؟ دكتور نادية. لا المعيد مش مهندس ابراهيم. لسه مش مهندس ابراهيم. طيب لو ابراهيم كويس هخليه يحل لكم السؤال ده دوره بقى. واحد على اس سكوير ناقص 0.01 تحت الجذر 0.01 تمام. او التكامل ده طبعا احنا في الامتحان بتاع الميكانيكس عشان بس تبقوا فاهمين مش بنجيب بقى التكاملات الصعبه لا خالص، حتى لو جبناه صعب بنجيبه تكامل محدود بتقدر تحله بالكالكوليتر عادي. لكن سؤال زي ده بقى هو باشمهندس السؤال ده ما بتحلش كالكوليتر عشان ده تكامل مش محدود. لا لو محدود ما بيتحلش كالكوليتر. فعلا هو مش هيتحل، هو اصلا في حاجه غلط. الاس مش هينفع تعوض الاس ب 0.1 لانها هتخلي الروت تحت بالنيجاتيف، قصدي الروت هيبقى زيرو، فاي حاجه على زيرو هتبقى انفينيتي فمش هينفع. طيب ده ممكن نعمله ازاي؟ انا هجتهد كده هشوف بقى على ما اتذكر بقى. هنشيل الاس
حط مكانها هو ده قانون اللي هو الكوشاين انفرس. يا خبر ابيض. تمام. والكوشاين انفرس ترجم لين اكس بلس روت اكس سكوير ماينس 1 تقريبا. تمام. ما هو بالظبط هي حاجه كده من الحاجات دي. انا كنت هخليه كالاتي. انا جوه الانتجريشن هقول له الاس ديت 0.1 سيك ثيتا، يبقى دي اس 0.1 سيك ثيتا تان ثيتا دي ثيتا، فهيطلع لي الانتجريشن عباره عن 0.1 سيك ثيتا تان ثيتا دي ثيتا، وتحت هيبقى سكوير روت سيك سكوير ثيتا ماينس 1. اختصاراتك الروت ده اللي هو هيبقى تان سكوير ده هيبقى تان، الروت ده هيبقى تان سيك سكوير دي ماينس 1 اللي هي بتان، تان سكوير تحت الروت تبقى تان ثيتا، فهتلغي تان اللي فوق، فهيبقى لك انتجريشن سيك ثيتا، انتجريشن سيك ثيتا اللي انت قلت عليه اللي هو لين مش فاكره قوي، بس هو السيك ثيتا مع فحفوظ مظبوط سيك زائد تان لين سيك ثيتا بلس تان ثيتا. تمام. ده انت دخلتونا في حوار كبير قوي. هو دكتور حاله في المحاضره ده؟ لا حلش الانتجريشن يا باشمهندس، هو حل المساله بس قال الانتجريشن مع نفسكم. الانتجريشن ده شباب لما بيجي في الامتحان، يعني هو دلوقتي بص قايل لك ايه، هو قايل لك احسب التايم كويس لما الاس بكام 0.2. حتى لما حطيت الحدود التكامل ما طلعش للسبب اللي انا قلت لك عليه، ان 0.1 لو حطيتها لو عوضت بيها هيطلع لك تحت زيرو، فممكن تتصرف ازاي في الامتحان لو جت ما تحطش 0.1، حط 0.1001 زودها شويه تخليهاش تطلع الزيرو تحت الروت عشان تعرف تحلها بالكالكوليتور. يعني يعني لو انا بكلمك لو جت، بس هي مش هتيجي حاجه زي كده، دي خليها 0.1001 مثلا وجرب، يجي رقم تقريبي بس قريب من الصح. ماشي يا شباب، في اي اسئله تاني؟ هو السلايدز هتبقى هنا ولا جروب يا باشمهندس؟ هشوفها بس الاول، نتفق بس مع باقي المعيدين عشان ننزل كلنا حاجه واحده، ابعتها لكم هنا على صفحه التوتوريال دي. خلاص ماشي. تمام شكرا. كده عايز يخرج يخرج. تمام تمام. خلاص ماشي. وحضرتك خدت في بي دي اف وانزلها. مش عارف والله لسه غالبا لا. ماشي.